بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور. وصلنا إلى قول الله تعالى: قول معروف الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول، ألم تسمع قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وأخرج المرهبي في فضل العلم والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله تعالى بها هدى أو يرده عن رداء. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها إياه. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله: قول معروف الآية، قال: رد جميل يقول يرحمك الله، يرزقك الله، ولا ينتهره، ولا يغلظ له القول. وأخرج ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الغني الذي كمل في غناه، والحليم الذي كمل في حلمه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أخرج ابن المنذر عن الضحاك في الآية قال: من أنفق نفقة ثم من بها أو آذى الذي أعطاه النفقة حبط أجره. فضرب الله مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فلم يدع من التراب شيئا. فكذلك يمحق الله أجر الذي يعطي صدقته ثم يمن بها كما يمحق المطر ذلك التراب. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: قال الله للمؤمنين: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فتبطل كما بطلت صدقة الرياء. وكذلك هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس ذهب الرياء بنفقته كما ذهب المطر بتراب هذا الصفا. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عبد الله بن أبي زكريا قال: بلغني أن الرجل إذا رايا بشيء من عمله أحبط ما كان قبل ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق
ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا كاهن. وأخرج البزار والحاكم وصحح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة المرأة التي تتشبه بالرجال. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يدخل الجنة منان. فشق ذلك علي حتى وجدت في كتاب الله في المنان: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمرو بن حريث قال: إن الرجل يغزو ولا يسرق ولا يزني ولا يغل لا يرجع بالكفاف. فقيل: لماذا؟ قال: إن الرجل ليخرج فإذا أصابه من بلاء الله الذي قد حكم عليه لعن وسب إمامه ولعن ساعة غزا وقال: لا أعود لغزوة معه أبدا. فهذا عليه وليس له مثل النفقة في سبيل الله يتبعها منا وأذى. فقد ضرب الله مثلها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حتى ختم الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: صفوان يقول الحجر فتركه صلدا ليس عليه شيء. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كمثل صفوان الصفات فتركه صلدا قال: نقية ليس عليها شيء. فكذلك المنافق يوم القيامة لا يقدر على شيء مما كسب. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الوابل المطر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: الوابل المطر الشديد. وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شيء أنقى مما كان. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتركه صلدا قال: يابسا خاسئا لا ينبت شيئا. وقال الطسطي في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله صفوان قال: الحجر الأملس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول أوس بن حجر: على ظهر صفوان كأن متونه عللن بدهن يزلق المتنزلا. قال: أخبرني عن قوله صلدا. قال: أملس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت قول أبي طالب: وإني لقرم وابن قرم لهاشم لآباء صدق مجدهم معقل صلد مجدهم معقل صلد. قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في الآية قال: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن. وأخرج عن مقاتل ابن حيان في قوله: ابتغاء مرضات الله قال: احتسابا. وأخرج عن الحسن قال: لا يريدون سمعة ولا رياء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي وتثبيتا من أنفسهم قال: تصديقا ويقينا. وأخرج ابن جرير عن أبي صالح وتثبيتا من أنفسهم
قال يقينا من عند أنفسهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وتثبيتا قال يتثبتون أين يضعون أموالهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن رحمه الله قال كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضى، وإن خالطه شيء من الرياء أمسك. وأخرج ابن المنذر عن قتادة وتثبيتا من أنفسهم قال النية. وأخرج الحاكم وصحح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها بربوة بكسر الراء، والربوة النشز من الأرض. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال الربوة الأرض المستوية المرتفعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جنة بربوة قال المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أصابها وابل قال أصاب الجنة المطر. وأخرج عن عطاء الخرساني قال الوابل الجود من المطر. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فآتت أكلها ضعفين قال أضعفت في ثمرها. وأخرج ابن جرير عن السدي فآتت أكلها ضعفين يقول كما أضعفت ثمرة تلك الجنة فكذلك تضاعف لهذا المنفق ضعفين. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فطل قال ندن. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله فطل قال طش. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال الطل الرذاذ من المطر يعني اللين منه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله قال هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن يقول ليس لخيره خلف كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال كان إن أصابها وابل وإن أصابها طل. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله فإن لم يصبها وابل فطل قال تلك أرض مصر إن أصابها طل زكت وإن أصابها وابل أضعفت. قوله تعالى أيود أحدكم الآية أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأت الليل آية أسهرتني أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فقرأها كلها فقال ما عني بها؟ فقال بعض القوم الله أعلم. فقال إني أعلم أن الله أعلم، ولكن إنما سألت إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها شيئا أن يخبر بما سمع. فسكتوا فرآني وأنا أهمس. قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قلت عني بها العمل. قال وما عني بها العمل؟ قلت أي شيء ألقي في روعي فقلته.
فتركني وأقبل وهو يفسرها. صدقت يا ابن أخي، عني بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة. صدقت يا ابن أخي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، يقول: صنعه في شيبته فأصابه الكبر وولده وذريته ضعفاء عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. فكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله ليس له خير فيستعتب، كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجد قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذا مثل آخر لنفقة الرياء، أنه ينفق ماله يرائي به الناس فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه. فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت، كما أنفق هذا الرجل على جنته حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته جاءتها ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجد منها شيئا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت، مثله بعد موته كمثل هذا حين احترقت جنته وهو كبير لا يغني عنها وولده صغار ولا يغنون عنه شيئا، كذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة. وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه تلا هذه الآية فقال: هذا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: ضربت مثلا للعمل يبدأ فيعمل عملا صالحا فيكون مثلا للجنة، ثم يسيء في آخر عمره فيتمادى في الإساءة حتى يموت على ذلك، فيكون الإعصار الذي فيه نار التي أحرقت الجنة مثلا لإساءته التي مات وهو عليها، نعوذ بالله تعالى من الإساءات ومن عمل السيئات ومن الإصرار على ذنب، تبنى إلى الله من كل صغير وكبير، وهو قادر على أن يغفرها كلها وهو على كل شيء قدير. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء رحمه الله قال: قال عمر: آية من كتاب الله ما وجدت أحدا يشفيني منها قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، حتى فرغ من الآية. قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إني أجد في نفسي منها. فقال له عمر: فلم تحقر نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مثل ضربه الله، فقال: أيحب أحدكم أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كبرت سنه واقترب أجله ورق عظمه وكان أحوج ما يكون إلى أن يختم عمله بخير،
عمل بعمل أهل الشقاء فأفسد عمله فأحرق. قال: فوقعت على قلب عمر وأعجبته. وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم وحسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحح من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إعصار فيه نار، قال: ريح فيها سموم شديدة. وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله إعصار، قال: الريح الشديدة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: فله في آثارهن خوار وحفيف كأنه إعصار. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله في قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال: هذا مثل ضربه الله فاعقلوا عن الله أمثاله، فإن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم اجعلني واجعل سائر المسلمين منهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من الذهب والفضة ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: يعني من الحب والثمر وكل شيء عليه زكاة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: من الثمار. وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وفي لفظ للإمام مسلم رحمه الله: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، والمعبر عنها بالوزن 600 كيلوغرام. وأخرج مسلم وابن ماجة والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة. وأخرج الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وأخرج الإمام مسلم وأبو داود والنسائي
والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما فيما سقي بالنضح نصف العشر. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقتها. قالها بالزاي، وفي البز أي أقمشة التجارة واللباس، قالها بالزاي، وفي البز صدقة، قالها بالزاي. وأخرج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وأخرج ابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا. وهذا توكيد لفظي، والمعبر عنه اليوم 85 غرام من الذهب من عيار 24 أو ما يقابله من النقد. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 5 ذود شيء، أي 5 رؤوس من الإبل، ولا في أقل من 40 من الغنم شيء، ولا في أقل من 30 من البقر شيء، ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من 200 درهم شيء، ولا في أقل من 5 أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي سيحا أي بالسيح ففيه العشر، وما سقي بالغرب أي الدلو ففيه نصف العشر، بمعنى أنه من سقي بلا كلفة ولا تعب ففيه العشر، وما سقي بالتعب والإنفاق ففيه نصف العشر تخفيفا على المزكين. وأخرج ابن ماجة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه 5 في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.